أمة صنعت الأخلاق في زمن عز فيه الشرف، دي مقولة قالها الملك العظيم تحتمس أحد ملوك مصر العظماء. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من حلقات ستات دوت كوم. ما زالت قناة الصحة والجمال بتبحث وتنقب عن كل ما هو جديد ومفيد للأسرة المصرية وأيضا الأسرة العربية. النهاردة موضوع حلقتنا في غاية الأهمية، بيهم كل بيت وكل أسرة، كل أم وكل أب. النهاردة هنتكلم عن التربية الإيجابية. هنقول لبعض ونسأل بعض، يعني إيه تربية إيجابية؟ لا، تربية إيجابية هي معنى كبير وفي نفس الوقت هو علم، لأن التربية دي حاجة احنا كلنا نعرفها أو متعلمينها، لكن كلمة تربية إيجابية دي لها معنى تاني. تربية إيجابية هي مش مجرد إحساس أو شعور لوقت معين وبينتهي، بالعكس تربية إيجابية إنه العمل فيه إيجابية، التربية فيها إيجابية، الاجتهاد لابد أن يكون فيه إيجابية، السعي أيضا فيه إيجابية. النهاردة هنتكلم عن التربية الإيجابية، أسئلة كتيرة بتهم كل أم وكل أب. النهاردة الحلقة مخصصة يا سادة للأب والأم، مخصصة لكل أب وأم إزاي يتعامل مع أبنائه أو أولاده بطريقة سليمة. رسالتنا في الحياة كل أب وكل أم إن هو يطلع لأولاده أو يطلع بنتاج وافر من التربية السليمة، أو كنز في النهاية يقدر يطلع بيه لبر الأمان أو يعبر بيه في بر الأمان لأولاده. النهاردة ضيفتي الكريمة هتوضح لحضراتكم يعني إيه تربية إيجابية. هنبتدي نتناول الموضوع كتربية إيجابية من البداية خالص، من البدائيات خالص، نعرف يعني إيه تربية بدائية، إزاي نتعامل مع أولادنا أو مع أبنائنا في تربية سليمة وصحيحة. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة دكتور أماني فاروق عبد اللطيف، الدكتورة في العلوم الإنسانية ولايف كوتشنج في تنمية بشرية وأخصائي تعديل سلوك وإرشاد وإرشاد أسري. شرفتيني فاروق. أهلا بحضرتك أستاذة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا. زي ما اتكلمت في البداية وقلنا التربية الإيجابية، كتير يسمع عن كلمة تربية لكن يعني ايه تربية إيجابية؟ هل احنا محتاجين ان نربي اولادنا او ابنائنا بطريقة إيجابية، بطريقة سليمة نعبر من خلالها لبر الامان باولادنا؟ انا ماشية بمقولة ان انا مش محتاجة ان انا اورث لاولادي او لابنائي او حتى لاحفادي لو لي عمر طبعا فلوس وكذا وكذا وكذا، اكتر ما محتاجة اورث جواهم الثقافة والتربية والتوعية. عايزة أبدأ مع حضرتك، أكيد كل اللي بيشوفونا أو بيتابعونا محتاجين يفهموا يعني إيه تربية بدائية لأي أسرة عربية أو مصرية بتتابعنا النهاردة. تفضلي. التربية الإيجابية عامة إن أنا أربي ابني في كل مراحل عمره، تمام. يعني مش أقول ده لسه طفل صغير، لا ده لما يكبر، ده لسه ما يعرفش، لا الطفل بيتربى علميا من وهو جنين في بطن الأم. يعني الأم وهي حامل في مشاكل في بيتها، متعصبة، متضايقة، ده بيأثر على الجنين وبيخليه لما ينزل يبقى طفل عصبي ونقول ده هو بيعيط، لا. فإحنا بنربي أولادنا من مرحلة إن هو جنين. الطفل بيمر بكذا مرحلة، مرحلة اللي هي الطفولة المبكرة اللي هي من ما بين من 3 لـ6 سنين، في بعد كده المرحلة اللي هي مرحلة المدرسة من 6 لـ12، في بعد كده مرحلة بقى ان هو يكون ادلت او بالغ او في الجامعة. كل مرحلة لها قيمها، لها معتقدات لازم انميها واغرسها وداخل الطفل. وفي كل مرحلة عمرية اني اعود الطفل على اكسبه مجموعة من المهارات ومجموعة من السلوكيات الايجابية عشان يكون حد سوي، حد يصلح للمجتمع. فدي معنى تربية إيجابية. في معنى تاني أكثر حنية، التربية الإيجابية إن أنا أعطي لابني الحب وأتواصل معاه بطريقة تخليه يحبني، سواء كان تواصل لفظي يعني بالكلام وإن أنا أسمع له ويسمع لي، أو عن طريق الحضن. الحضن، الحب، الطبطبة. للأسف في آباء كتير بيحبوا أولادهم، بيجيبوا لهم كل حاجة لكن ما بيعرفش يحضنه، ما بيعرفش يطبطب عليه، بالذات الآباء. لكن الأم بطبيعتها وبغريزتها بتعرف تحضن. فزي ما حضرتك قلتي إن احنا بنتكلم مع الآباء والأمهات، فأنا بوصي كل أب إنه يتعلم يحضن ابنه مهما كانت مرحلته العمرية، حتى لو كان أصبح شاب وعنده 20-30 سنة، هو محتاج حضنك، محتاج إنك تكون صديق،
محتاج انك انت ربيته، لكن في مرحلة تانية هو كبر، لكن محتاج حضن، محتاج اهتمام، محتاج تشجيع. هو دي الرسالة اللي انا جاية اقولها لكل اب، ان اي مرحلة عمرية ادي ابنك الحب. الحقيقة دكتور خليني اقول لحضرتك انه المصريين بشكل عام وتحديدا المصريين يا جماعة بيملكوا ما يكفي من الانسانية. والحقيقة انا في يعني في حلقات كتيرة جدا ذكرت حاجة زي كده، ان الانسانية موجودة في دمنا كلنا، زي بالظبط ما الام الامومه بتجري في دمها، وزي الراجل ما بتجري رجوله في دمه وفي عروقه، كذلك الانسانيه موجوده على وجه الخصوص في المصريين. الانسانيه هنا بتلعب دور قوي جوه البيت زي ما حضرتك ذكرتي. انا محتاج ان انا احضن ابني، لان ساعات الابن او البنت بيبقوا محتاجين بالفعل الحضن، حضن يدي امان، حضن يدي اهتمام، يدي احتواء. وبالتالي يا دكتور انا هكمل، يعني اسمحي لي طبعا على كلام حضرتك، البعد الثاني او الشرح الثاني لكلمه ايجابيه، انه احنا مش بنحبه بس وبنقدر، لان التقدير هو فعلا اساس اي علاقه، سواء بين اب وبنته او ام وابنها والعكس صحيح. خليني بقى اخد مع حضرتك نقطه في غايه الاهميه، كتير جدا من الاباء تحديدا يا جماعه بيغفل عنها، ثقافه الاعتذار. ما ينفعش انا اكون غلطت في حق ابني في لحظه ما، او انا متعصب في لحظه معينه، وما اقدرش ان انا اجي احسسه ان انا غلطت فانا جاي بعتذر لك. ازاي اقول لكل اب عنده نوع من الكبرياء ان انا ازاي يعني اعتذر لابني الاصغر مني، او ازاي اعتذر لبنتي؟ فازاي انا اوجه رساله للاب، او ازاي اديله التوعيه الثقافيه دي واقول له اعتذر لابنك او لبنتك بطريقه يعني لطيفه، وفي نفس الوقت ما تبقاش بتقلل او بتقلل منك، وفي نفس الوقت تدي رد فعل كويس قوي للابن او البنت. هو الطفل مهما يعني كبر فهو جواه حد عايز حد يحتويه. يعني لو الاب احتوى ابنه ويعامله كويس وعلمه ان انا مش عيب ان انا اغلط، وعرفه الاول ان احنا كلنا بنغلط، الكبير بيغلط والصغير بيغلط، ولما اغلط لازم اعتذر. فانا لو عودت ابني ان انا حتى لو غلطت فيه مش لازم اعتذر ان انا اقول له انا اسف، لا، اعتذر له بهديه، صحيح، اعتذر له بمعامله كويسه، بمكافاه، اودي حفله، اودي رحله. هو ده الاعتذار عند الاب، عشان ما اقولوش انا اسف. لكن زي ما قلت، لو انا عملت ابني على انه حد كبير حتى ولو كان صغير، للاسف احنا بنعامل اولادنا لغايه سن 14 سنه على ان هم اطفال، لكن لا، هو لحد الجامعه ولا يا دكتور؟ يعني في يعني انا بقول 14 سنه يعني لغايه مرحله الاعدادي والكلام ده بيعتبروا طفل ويزعق له ويضربه. لا، احنا الطفل اللي بيبقى متمركز حوالين ذاته وحاسس بقيمته بنفسه تجاه نفسه، وبيبقى مش عايز دايما اهتمام، عايز حد ما يهملوش. وبالتالي انا لو غلطت في ابني او عملت حاجه جرحته مش لازم اعتذر واقول له انا اسف زي ما قلت لحضرتك، لكن احتويه واحاول ان انا اصالحه بالطريقه اللي تعجبه واللي تريحه واللي تتفق مع نمطه، لان كل طفل ليه نمط خاص بيه. طيب خليني اخد بقى من كلام حضرتك المحترم ده النمط. انا دلوقتي ام قاعده في البيت، عندي بنت او عندي ابن، ازاي ابتدي اتعامل معاهم سواء من تقدير او من احتواء او من احترام او من ان انا اسمع وجهة نظرهم او 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 عايزه اربي او اولادي بطريقه سليمه مريحه، ما تتعبنيش وفي نفس الوقت ما ترهقهوش هو وتكون لود عليه، ازاي انا اعمل ده؟ اولا لازم اعرف انماط اولادي، انماطهم الشخصيه. يعني ايه انماطهم الشخصيه؟ بمعنى ايه نمط؟ اولا ربنا خلقنا كلنا مش زي بعض، اكيد. في ولد او طفل سمعي، في طفل حسي، في طفل بصري. طب ايه معنى الثلاث مصطلحات دي؟ الطفل اللي هو السمعي اللي هو بيحب يسمع كتير ويتكلم كتير ويتحاور معاكي، وساعتها هنا دور الام انها تسمع. من اهم المشاكل التربيه عدم الانصات، ان احنا مش بنسمع ولادنا، بنخليهم يسمعونا بس، نقول لهم لا، نقول لهم اعمل، لكن ما اسمعهوش وما اعرفش احتياجاته وما اعرفش ايه اللي هو عايزه.
ده بالنسبة للسمعي. الحسي ده بيبقى حد حنين وانطوائي، وانا ببقى الام عايز دايما زعلانة. الحضن بقى والاهتمام وكده، ده بقى بيبقى عايز زي ما قلت الحضن والاهتمام والمعاملة الحساسة. البصري ده اللي بنقول عليه الام تقول ده ابني عنده فرط حركة، لا هو ما عندوش فرط حركة ولا حاجة، هو حركته زيادة بسبب دي طبيعته. فساعتها الام تعمل معاه ايه؟ تعلمه، تلعب معاه، تودي نادي، تستثمر الجهد والحركة الزيادة دي. كل أم ابنها شقي تقول علي ده عنده فرط حركة، لا هو عنده طاقة زيادة، هي دي شخصيته. فلازم تفرغ الطاقة دي بقى جواه، لازم أعرف شخصيته. طب دكتور خليني أقولك، مثلا لو عندي طفل مدلل إزاي أتعامل معاه في البيت؟ الطفل المدلل ده مشكلة تانية، وبسبب إن هو إن أنا بخليه ألبي له كل حاجة، وخاصة لو كان ابن وحيد أو بنت وحيدة. مش معنى إن أنا بحب زي ما قلت في الأول الحب إن أنا أخلي ابني أجيب له كل حاجة، لا لازم أخليه قائد يقود نفسه ويقود أخته في غيابي لو أنا أب. أخليه عنده قدرة على حل أي مشكلة تقابله، أخليه عنده قدرة على اتخاذ قرار. لكن لو أنا سبته ولبيت له كل حاجة هخليه فعلا طفل مدلل. يعني تلبية الاحتياجات للأطفال هي مهمة، لكن لو زادت عن حدها بتؤدي إلى الدلع. طيب اسمحي لي دكتورة، أنا كهدير إزاي أكتسب صفات أو إزاي تكون فيا صفات كويسة جدا تؤهلي إن أنا أكون قادرة إن أنا أقود أولادي في البيت بطريقة يعني تربية إيجابية سليمة؟ إيه الصفات اللي ممكن تكون فيا؟ صفات أي أم مربية إنها تكون زي ما قلت منصتة، أوكي، جيدة، حنونة، مشجعة ومحفزة. يعني دايما أقول له برافو شاطر، وتكتشف المهارات اللي فيه وتنميها. أركز على الإيجابيات وأتغافل عن السلبيات، ومش صح. كل غلطة بضرب، يعني لا يخطأ 10 مرات أحسب مرة واحدة. ده مش بالضرورة الضرب خالص يا دكتور، ما أنا يعني لا ما أنا بقول ده اللي بيحصل. لا احنا شوية هنتكلم مع حضرتك على العقاب. العقاب بالضرب بيخلي الطفل غير سوي بالظبط ومعقد، ويا اما منطوي ويوصل للتوحد. فزي ما بقول لحضرتك يبقى مميزات المربيه انها منصته محفزه. تاني حاجه او تالت حاجه تتقبل ابنها كما هو. يعني ايه تتقبله؟ بعيون الاخر ومميزات. يا جماعه زي اي حد بعض الاحيان ربنا بيرزق الام بطفل لا قدر الله معاق او من ذي الاحتياجات الخاصه، لازم تتقبله. يعني انا شفت ام مره راحت عملت ماجستير في التوحد عشان ابنها عنده توحد. تصوريش اي، عجبتني جدا طبعاً. يعني وصلت تثقف نفسها والله. عشان تعرف تتعامل ازاي تستوعب ابنها وتتعامل معه وتتكيف مع الوضع بتاعه. يعني في بعض الامهات بتزعل ان ابنها مريض او بتزعل ان ابنها عنده نوع من الانطواء، لا انا تقبله وبالعكس انمي مهاراته. في ذوي احتياجات خاصه كتير وصلوا لمراكز في الرياضه وفي الفن وكل ده، ده بسبب ايه؟ تشجيع أولياء أمورهم، تشجيع الأم والأب. طب خليني أقول لك يا دكتور حاجة، الحزن والحسن لو ده إحنا اتبعناه مع أولادنا هل ده بيؤثر على التربية الإيجابية؟ طبعا بيأثر في أنماط كتيرة من الأسر. في أسرة متسلطة ودي بتستخدم الحزم والعنف والضرب على كل صغيرة وكبيرة وده غلط. وفي العكس أسرة متساهلة ما عندهاش قواعد داخل الأسرة، ما عندهاش ده صح وده غلط. كله بنسيب كل واحد يتصرف زي ما هو عايز وده برضه غلط. فالأسرة الديمقراطية اللي هي بتضع قواعد داخل الأسرة إن ننام إمتى ونخرج إمتى ونتفسح إمتى ونروح عند تيتا إمتى. أهم حاجة في الأسرة إنها تحط قواعد للأسرة. لو الأب الابن من الصغر من الصغر جه ولقى إن في قواعد هو نفسه ما بيقدرش يتخطاها. طيب خليني دكتور أقول لك على حاجة في غاية الأهمية برضو. أنا لو موجودة في بيت ومعايا أبناء أو أولاد ومحتاجة أن أنا أربيهم أو أوجههم في التربية إيجابية، ومعايا أب أنا ليا تصرف معين مع أبنائي والأب له تصرف تاني مع أبنائه، إزاي أنا والأب أو الأم والأب يحصل بينهم التناغم أو يعني انسجام في الرأي، بحيث أن احنا لما نوجه أي إرشاد للأولاد يتقبلوه مننا يكون تقبل واحد؟ ما ينفعش انا اقول حاجه والزوج يقول حاجه تانية. ازاي ده يحصل بين الاب وبين الام؟ دي من مشاكل التربيه اللي بنسميه التذبذب في التربيه. ان الام عايزه هي شايفه ده اولا
الأم والأب كل واحد جاي من بيئة مختلفة أكيد. قبل الزواج الأم عايزة تربي بنتها زي ما تربت، والأب عايز يربي ابنه زي ما تربى. لكن الصح إن إحنا قبل ما نخلف إن إحنا نتفق إن رأينا يكون واحد، مشاكلنا ما تخرجش خارج حجرة النوم، إن إحنا ما ندخلش ولادنا في أي مشاكل حتى لو مشاكل مادية، إلا لو كانوا كبار أبدأ أقول لهم ظروفي بحيث يشاركوني في قراراتي. طب يا دكتور خليني أقول لحضرتك مثلا، أوكي ده أنا متفقة مع حضرتك فيه كليا، ولكن أنا دلوقتي في موقف معين حصل قدامي أمر إيرجنت، في حاجة فيها ريسك شوية، وأنا ليا قرارة نفسي إن أنا شايف إن ده الصح، فبأمر أولادي إن هم يعملوا ده عشان ده الصح. أشوف اللي الأب لا له وجهة نظر تانية، لا 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 مش ضروري تعملي ده، اعمل انت عايزه يا حبيبي. طب انا هنا ازاي اتعامل مع الاب؟ ازاي يعني، هل انا كده بقول لاولادي لا يا جماعه كلام بابا اللي هيمشي ولا كلام ماما اللي هتمشي؟ دي حاجه على فكره بتواجه كتير جدا من الاسر المصريه الموجوده معانا. ازاي ده يحصل بيني وبين الزوج؟ يعني نوصل مع بعض في الموقف ده تحديدا نعمل ايه؟ هي لازم تحترم راي زوجها الاول. تمام. ده شرعا يعني زي ما بيقولوا. عشان دايما الاب بيبقى محطوط في اطار كده عند الابناء. ايوه. فلازم احترم راي الاب الوهيب يا جماعه. بالظبط كده. وبعد كده ابدا انا بقى بيني وبينه اقول له انا ما رضيتش اراجعك قدامهم. صحيح. وانا عايزه كذا، والمشكله 1 2 3، وابدا اناقش مع المشكله نقطه نقطه ونحط بدائل، وفي الاخر ارجع اقول لاولادي ايه بقى؟ انا اتناقشت مع بابا ووصلنا للنقاط دي. بحيث ان انا احسسهم ان احنا بنفكر في مشاكلكم، بنحاول نحلها، ان احنا مهما اختلفنا في الاخر ايه هنتفق. طيب خليني اخد حضرتك لسؤال انا بعتبره من الاسئله اللي محتاج لوحده حلقه كامله، وهو مرحله المراهقه. طبعا احنا مش هناخده بشكل استفاضه اكبر، ولكن هناخده يعني بطريقه سريعه كده علشان في اسئله كتير لسه معانا في الحلقه. اولادي او ابنائنا في فتره مراهقه، ازاي ام وازاي الاب يتعاملوا في هذه الفتره الحرجه؟ نعمل ايه؟ اولا في الاول عايزه اقول لحضرتك وتحديدا يعني إيه بقى يا دكتور اسمحي لي، يا ريت اسمحي لي بقى بمناسبه فتره الكورونا اللي احنا فيها والقعده في البيت، ولا انا محتاج اخرج مع اصحابي، لا ما ينفعش في حظر، لا ما ينفعش الاختلاط التباعد. طبعا الشباب اليومين دول للاسف يعني ما عندوش الثقافه دي خالص، ازاي نتعامل في الفتره دي؟ الاول هقول لحضرتك يعني ايه مراهق. اتفضلي. المراهق ده عباره عن طفل انتقل من مرحله لمرحله ثانيه. اسمحي لي يا دكتور، معانا اتصال تليفوني من الاستاذه دوابه من اسوان. الو. ازي حضراتكم؟ طبعا حضراتكم بتتكلموا على موضوعات رائعه والله، يعني بشكرك يا فندم. بشكرك وكل سنه وحضرتك طيبه الاول يا فندم. انا بحب القناه جدا وبتابعها على طول على فكره. الشرف لينا يا فندم. اتفضلي. وده شرف لي انا كمان والله. دلوقتي حضرتك التربيه الايجابيه دي فصل اهم، لا ممكن اقول رايي فيها؟ عفوا يا فندم، ممكن السؤال مره ثانيه؟ ممكن اقول رايي في التربيه؟ طبعا يا فندم اتفضلي. طبعا اتفضلي ليكي كل الحق. اتفضلي. حضرتك اهم حاجه في التربيه الايجابيه التركيز على 7 سنين الاولانيين في حياه الطفل، يعني فصل الطفل عن اي عداوات، اي مشاكل، اي احقاد تنفوت الاب او الام، يفصل الطفل عنها تماما عشان يبقى قلبه نظيف، ما يركزش الا في علمه وفي تدينه وفي استقامته. دي اهم حاجه، اللي عايز يبقى عنده عيل يعني صالح يتقرب به الى الله ويبقى نافع لنفسه وللمجتمع. حضرتك تمام. اما اشغال الطفل في فيه البعض بيكون عنده مشكله في التربيه، ان هو الام مثلا لما تكون عايزاه يحب اللي يحبه اللي هي تحبه ويكره اللي هي تكرهه، وعايزاها مثلا دايما يكون متضامن معاها ضد اعدائها وخصومها والناس اللي هي بتكرهها. لا طبعا، هي كده بتحمل اكثر من طاقته وبتطلع حد فاشل في المجتمع، فاشل لنفسه هيعود عليها هي العواقب كمان وعلى الاسره وعلى المجتمع، لانه هيكون قلبه مش نقي. هي مهمه جدا ان الاب والام الحنان والعطف والرعايه والحفاظ على مقاومة. كل الشكر لحضرتك يا فندم، بجد كلام حضرتك الحقيقه يعني اثرني انا انتباه اكتر. يا ريت كل الامهات اللي بتسمعنا يعني تكون نموذج زي حضرتك في التقدير والاهتمام والتربيه الايجابيه. بشكر استاذه دوابه من اسوان، وتحيه كبيره لكل اهل الصعيد. بشكرك يا فندم. نرجع ليك يا دكتور الكريمه، وعايزين نقول التربيه الايجابيه، احنا دلوقتي في زمن للاسف او احنا معظم بيوتنا خاليه من الثقافه والتنوير والفكر، وبدانا بقى يعني في اساليب كتيره جدا جدا بتاخدنا في انحدار ثقافي ومفهوم تاني اخر. انا لو مفيش تربيه ايجابيه في بيتي،
اكيد بالفعل من غير اي تخمين كل حاجه في البيت هتقع. الام مش هيكون ليها كلمه، الاب مش هيكون له كلمه، الاولاد دخلوا في منحدر مش هيقدروا يخرجوا منه تاني. محتاجه من حضرتك، كنا بنتكلم قبل الاتصال التليفوني عن فتره المراهقه. اصعب مرحله بيمر بيها الاباء في الفتره دي المراهقه، ازاي اتعامل مع الاطفال؟ والاول تعريف كلمه مراهقه عشان احنا لسه ما كناش كملنا. أيوة. اتفضلي. تعريف مراهق هو طفل انتقل من مرحله لمرحله اعلى، يعني بعد عن سيطره الاهل الاب والام وبدا يدخل تحت سيطره ناس تانية. اللي هو مين بقى؟ الاصحاب، المدرسه، النادي. فاصبح شاف الدنيا بمنظور غير منظور او عيون بيكتشف الأب ثقافات والأم. جديده غير اللي هو مخدها في البيت، بيبدا يكتشف ويكتسب مهارات، مش هنقول مهارات بقى، صفات ممكن بعضها ايجابي وبعضها سلبي. فبيجي هنا دور الام والاب بقى يبداوا. اسمحي لي يا دكتور. اتفضلي. معلش اسمحي لي في اخر اتصال معانا الاستاذه نوره من المنيا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. الف شكر على المعلومات القيمه بتاع حضرتك. كل الشكر لحضرتك يا فندم، اتفضلي. الله يسلمك. لما يكون مثلا معايا طفلين مثلا والطفلين دول بيتخانقوا مع بعض كتير وانا مش عارفه اتصرف معاهم وعندي يعني انا خدي فرق العمر بينهم قد ايه يا فندم؟ فرق العمر بينهم سنتين؟ وهم عمرهم قد ايه؟ استاذه نوره العمر قد ايه؟ استاذه نوره خمس سنين وثلاث سنين. تمام يا فندم، محتاجه تعرفي ازاي تتعاملي معاهم. ايوه انا بالضرب بس اضرب فيهم عشان يسكتوا ومش عارفه اتعامل معاهم ازاي، يعني بيعصبوني. اكيد طبعا مش محتاجين ضرب، بس هرد على حضرتك ان شاء الله. كلنا كده على فكره، بس مش مرحله الضرب ابدا خالص يعني. لكن حضرتك الدكتوره هترد على حضرتك. شكرا لاتصالك استاذه نوره. اتفضلي بقى نجاوب على السؤال المحترم ده، لان فعلا موجود في كل بيوت يا جماعه. السن من 3 ل 5 دول صغيرين جدا، صعب قوي، وهم زي ما قلت بيبقى عندهم حب الاستطلاع، حب الحركه، فده بيخليهم يتصرفوا تصرفات الاسره كلها ما تعجبهمش. فايه اللي بيحصل بقى؟ ان انا لازم اولا، بتقول هم ولد وبنت، ممكن اكون انا بفرق الولد عن البنت، فده بيخلي بينهم شجار. ممكن اكون انا مثلا زي ما هي قالت بضربهم، ده برضو بيعلمهم العنف. طب لو جيتي في صف واحد يا دكتور التاني هيزعل، نعمل ايه بقى؟ عايزه اقول لاي كل ام ان الطفل سلوكه مراه لسلوكك. يعني طولي بالك يا ام، طولي ضربتي بالك. هو هيبقى عنيف، وهيبقى عنيف على مين بقى؟ مش عليكي، على اخته. بالظبط. يعني زي هو بيفرغ الشحنات اللي هو خدها منك، بيكتسب الطاقه اللي خدها منك بيحطها في اخته. فانا احاول ان لما يكون بدل ما اقول له يضرب اخته، لا اقول له دي اختك، دي حبيبتك، احاول ان انا يقربيهم لبعض اكتر. بالظبط. وبطل اضربهم الاثنين، العب معاهم، يعني بدل ما اضربهم هم بيلعبوا، لا يلا نلعب، يلا نخش نسمع القصه دي. الأم هي اللي بتوجه الطفل أو الأطفال عامة للسلوك الصح، فأنا ما أضربهمش لأن الضرب بيولد الكره وبيولد العنف. طيب اسمحي لي يا دكتور، معانا اتصال للدكتورة أمنية من المحلة الكبرى. ألو. ألو، ازيك عاملة إيه؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي يا فندم. أنا كنت عايزة أرحب بالدكتورة أماني وعايزة أقول لك بجد بتشكرني جدا جدا. بشكرك يا فندم، اتفضلي. بجد منورة، مستنى منك أكيد في الحلقة، وعلى أمنية حضرتك يا دكتورة أمنية. هي عارفة حضرتك يا دكتور؟ إيه لا أنا دكتورة أمنية؟ أيوة. طيب شرفينا بالاتصال مرة تانية يا دكتورة أمنية. دكتور نرجع لسؤالنا الجميل والمهم، فترة المراهقة إزاي نتعامل فيها؟ انا عرفت خلاص يعني ايه مراهق. المراهق انتقال من مرحله لمرحله. هو بيكون في بيته بيكتسب ثقافه معينه، بيخرج بقى للاطار الخارجي، المدرسه، النوادي، ايا كان، الكليه، ايا كان فيها، واخد اطار تاني. المراهق بقى بيكون دايما عنيد، دايما بيقول لا، دايما مش عاجبه تصرفات اللي في البيت، ودايما حاسس ان هو صح في كل حاجه. فده محتاج مجهود بقى من الاب والام، لانه إيه هو خلاص بقى دكتور؟ خرج من تحت عبايتهم. كده علاجيه جميله من حضرتك كارشاد اسري. الروجيتا اول حاجه زي ما قلت ان انا اسمعه، ان انا صاحبه، مستمع جيد، ان انا اعرف ميوله واتجاهاته،
بيحب رياضة أشترك له في نادي، بيحب السباحة أوديه سباحة، بيحب الموسيقى أعلمه موسيقى. تنمية المهارات بتاعته. أيوة، وأعرف نوع ذكائه إيه، أنواع الذكاءات بتاعته، هل هو ذكاؤه حركي زي ما قلت، ذكاؤه لفظي يعني بيحب الشعر، أعرف ميوله واتجاهاته وأصاحبه. وما اولا ما يعني طب لو في موقف في عندي اصاحبه بقى ازاي، الحته دي مهمه، يا ريت تفضلي. ان انا بلاش اطلع عيوبه قدام اخواته، اطلع عيوبه قدام الاخرين، ان انا مثلا لو عمل اي حاجه تكوني ستر وغطى عليه يعني. بالظبط بالظبط، المراهق ما بيحبش اللي يطلع عيوبه، ما بيحبش اللي يهزقه او يوبخه قدام الناس، دي عيوب احنا ده، ودايما اقول له ده انت فاشل، ده انت كذا، الكلمة دي اسمحي لي دكتور، ايوه دي بقى عايزه اقف عندها. ارجوك ارجوك يا جماعه، ارجوكم ارجوكم كلمة بجد، كلمه فاشل. احنا علميا في حاجه اسمها البرمجه اللغويه والعصبيه، طبعا انا ببرمج ابني على الكلمه ان هو فاشل. في قوانين من ضمن قوانين العقل الباطن، ان قانون الانعكاس، ان انا اللي انت بتقوله لي انا بعكسه عليك. انا لما تقول لي انا فاشل هفضل عقل الباطن، ده قانون جاذبيه يا دكتور، الانعكاس والجاذبيه. بالظبط، الجاذبيه ان انا اللي بفكر فيه بيجي لي، يعني لو انا فكرت ان انا فاشل هبقى فاشل، لو فكرت ان انا حد ناجح ان شاء الله انا عندي امتحان بكره وقلت ان انا مش هقدر احل، هاجي تاني يوم فعلا مش هقدر احل. فانا لازم اشتغل على الحته دي، يعني إن أنا دكتور بلاش نقول ان انت صدق نفسك، يعني نقدر نقول كده، نقول لاولادنا صدقوا نفسكم، يعني انت قول ان انت انجح واحد في الدنيا. بالظبط، فانت باذن الله تبقى انجح واحد في الدنيا. في استراتيجيات جميله قوي ممكن الام تعملها، بس دي بتبقى مع الاطفال الصغيرين. لا افيديني ارجوك يا دكتور، انا عايزه كل خبرتك العلميه دي، تديني بس فرصه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. برمجه العقل اللاواعي بيتم من الصغر، زي ما قلت الجنين بيحس بصفات الام، الطفل برضو ممكن انا كأم برمجه وهو نايم. طب ازاي خليه وهو نايم بالليل بعد ما يروح في النوم اشوف الصفه اللي هي مش عجباني فيه، هو عصبي واسمه احمد مثلا، اقول امس له في ودنه كده اقول احمد هادي احمد هادي، واكررها حوالي لمده 3 دقائق لحوالي 14 يوم. دي حاجه خطيره جدا يا دكتور، دي تقنيه، دي بتخلي دايما بيقول لك العقل بيبني سلوكه على اخر حاجه وصلت له. فاخر حاجه وصلت له هو نايم ايه؟ احمد هادي، انا هادي. الاستاذه اللي اتصلت اقول له احمد بيحب اخته، احمد بيحب اخته وهو نايم، هيقوم الصبح هو اتبرمج على كلمه حب، حلو حب الاخت، هتبص تلاقيه هادي، وفي نفس الوقت هي معاه اختك حبيبتك، اخليه اجيب له هديه اقول له اديها لاختك، اجيب لاخته هديه اقول لها اديها لاخوكي ده حبيبك. يعني زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول هادوا تحابوا، فاحنا بالطبيعي لازم نحبب اولادنا بالكلام باللفظ بالتصرف زي ما الدكتور ذكرت، يعني هديه كويسه، حاجه معنويه تقدر ان احنا يعني نوصل اولادنا لحب بعض فيها. دكتور هاخد حضرتك لنقطه برضو مهمه اللي احنا لسه فيها، لو انا بتعامل مع المراهق بتاعي او المراهقه بتاعتي وشفت منه عند، اتصرف ازاي؟ اولا العند ده اساسه الام، بمعنى يعني شوف كل حاجة هتلاقيني بقول لك ان اساسها الام. اتفضلي. الام او الاب. تمام. من يوم الولد ما بيتولد او الطفل كل حاجة بنقول له عليها لا. لا للايه؟ عشان يتعلم الصفات الحلوة. لا ما تتكلمش وحد كبير بيتكلم، لا اخرج بره. كلمة لا دي برضو بتتوالد جوه عقل الباطن للطفل، وتخليه يقول لا زي ما انت بتقولي له لا على كل حاجه. بس انا والله يا دكتور ما عنديش الثقافه دي ابدا، يعني فكره لا دي بتحبط اي بني ادم على وش الارض، بتدي له صده كده مره واحده او في حاجه. فمثلا لو الام مثلا ابنها بيقول لها يا ماما انا عايز بعد ما اخلص اقعد على الانترنت، لا خلص الواجب الاول. شوف قالت له ايه الاول؟ ممكن تتقال بطريقه حلوه يا دكتور. بالظبط، ممكن تقول له ايه؟ طب يا حبيبي نخلص الواجب وبعد كده نقعد على الانترنت. صح، هو ده كلمه لا بتخليه يعند قصادك، بالعكس ده هيقعد الشويه اللي انت قلتي له عليهم ذاكرهم مش هيذاكر، وعشان انت قلتي لا. لكن لو قلنا له لا يا حبيبي طب نخلص الهوم ورك الاول وبعد كده ايه نفتح الانترنت او نستخدم الانترنت. فاحنا اللي بنبرمج ولادنا على بعض السلوكيات الغير مقصوده، وفي الاخر بتنعكس لاسلوب غير مقصود او غير مستحب لينا. يبقى البرمجة اللغوية هنا ليها دور مهم جدا 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 جدا, جداً. إحنا كل اللي أم بتسمعنا وأب، وشوش أولادك وهو نايم فترة استرخاء كده محترمة بالزبط. جميلة، اديله اللي أنت عايز تديهوله
وهو العقل هيبرمج ده على طول. وجربوه يا جماعه، واكيد هيكون لينا حلقات تانية ويا ريت تدونا ارائكم فيها. دكتور، ساعات الاب بيكون ليه راي والام ليها راي تاني، تمام، واحنا اتفقنا ان احنا لازم هيبه الاب تكون الاولاد قدام الاولاد موجوده وبعد كده هنناقشه فيما بعد. طيب لو انا عايزه اصحح مفهوم انا كأم جايه من بيئه زي ما ذكرتي حضرتك وهو جاي من بيئه تانية، ازاي اصحح مفاهيم نقدر من خلالها نطلع للاولاد فيها بنتيجه كويسه؟ يعني مثلا هو الاب مثلا عصبي وعنيف وانا ام هاديه، ازاي اقدر اقلل دي فيه هو بقى كأب؟ احنا دلوقتي بنتكلم بقى عن الرجل والمراه، مالناش علاقه بالابناء دلوقتي، لان ده الاولاد هما اللي هيكتسبوه. ازاي اتعامل انا مع الاب او مع الزوج واقلل من حدته، من عصبيته، من الاساليب اللي هو دايما بيبقى فيها لا لا ورفض رفض رفض رفض؟ نعمل ايه يا دكتوره؟ هو نحكي كده هنتكلم ارشاد اسري بقى، مش حضرتك بقى الحقيقه تخصص كل حاجه يعني، فهنستغلك شويه يعني، ده علم بقى ومحتاجين ناخد حقنا منك فيه، اتفضلي. الارشاد الاسري اصلا محتاج، ده علم لوحده. الست ما بتختارش الوقت اللي تكلم فيه جوزها، والاب ما بيختارش الوقت اللي بيكلم فيه زوجته. يعني زي ما بيقولوا كده، التواصل مش صح. التواصل اني انا اجي في عز ما هو متضايق او راجع من الشغل وابدا احكي له مشاكل الاطفال، فبالتالي رايه هيكون ايه؟ لا، لان هو اصلا جاي ايه؟ تعبان، مش وقته مناقشات عائليه. يبقى هنا دلوقتي الزوجه لازم تختار الوقت المناسب لزوجها عشان خاطر تعمل ايه؟ تدي له اي معلومه، سواء لحياتها سواء لاولادها. لان الرجل صندوق التفكير، يعني ايه؟ كل حاجه حاططها في صندوق، شغله في صندوق، اسرته في صندوق، عيلته في صندوق. فلما ابقى انا مثلا هو لسه جاي من الشغل ولسه ما قفلش صندوق الشغل، وابدا اقول له ابنك عمل، ابنك غلط، غلط صحيح. فدي فعلا حاجات ان انا لازم اعرف طبيعه جوزي. وبرده زي ما قلت ان في طفل سمعي وبصري وحسي، في زوج برده سمعي وبصري وحسي. يعني ما ينفعش ان انا اجي الزوج الحسي ده اللي هو بيحب الهدوء والرومانسيه واخلي له بيته ده نار، واولاده توا ما يجوا يهيصوا، لا، لازم برضو اعمل. هما دايما بيقولوا لي انت مع الست يعني مع الراجل، لكن هي دايما الام هي ركيزه البيت. صحيح، الاحتواء يعني كله. ال 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 والدتي كانت زمان بتستنى الميعاد اللي والدي بيجي فيه. اختيار التوقيت مهم يا جماعه، دي حقيقة. اختيار التوقيت مهم جدا لمناقشه اي قضيه، سواء كانت عائليه او شخصيه او تخص الاولاد. صحيح. وان هي زي ما قلت تختار التوقيت والمكان، يعني ما يكونش قدام الاولاد. طيب دكتوره، احنا عارفين طبعا في امهات كتير ما بيشتغلوش، يعني سيدات بيوت او ربات بيوت، وعارفين ان الامر الطبيعي ان الرجل هو دايما بره البيت في شغل. طيب الفتره اللي بيرجع فيها بيته، في مسافه بين ساعات بين الاب وبين الابناء، بين البنت او الابن، ازاي نقلل المسافه بينهم على الرغم ان هو راجع منهك من شغله، محتاج ياخد راحه، محتاج كمان يكون له دور بقى على اولاده، ازاي نقلل المسافه دي او نقلل التباعد ده ونخلي فيه تناغم كده او صلح او قرب بين الابناء وبين الاباء وبين الاب؟ في حاجه اسمها لغات الحب الخمسه. ايه المصطلحات الجميله دي؟ انا بكتشف والله مصطلحات جميله جدا. لغات يعني الحب الخمسه، هم فعلا خمسه. اللمسه، انا هكتبهم ورا حضرتك، اتفضلي. اللمسه، الكلمه، الوقت، المساعده. الخمسة ايه؟ انا كنت قلت اربعة. قلت اللمسة، إيه؟ الكلمة، الوقت، المساعدة، كده اربعة، لسه في واحدة. الخمسة، الهدية. الهدية. اوكي؟ اوكي. وده ملخص اللي انا قلته قبل كده. ها. ان هو اللمسة الحضن. ان انا عشان اتقرب من ولادي حتى ومن زوجتي، يعني دي لغات الحب الخمسة، سواء بين الازواج او بين الاب والام والاولاد. اللمسة اللي هو الحضن. انا بحبك، ما حتى لما طفلي يعمل حاجه غلط ما اقولوش انت غلط، اقول له لا انا بحبك بس مش عايزك تعمل ده. ودايما اعاقب، مش ضرب بقى، اعاقب على السلوك مش اعاقب الطفل نفسه. يعني اقول له انا بعاقبك عشان السلوك ده، مش انا مش حابه فيك او عشان السلوك ده غلط. يبقى الحضن
اللي هي اللمسه، بعد كده الهديه، ان انا زي ما قلت ادي له هديه، اشوف اهتماماته، اشوف ميوله. ممكن الهديه اكله حلوه في مكان، فسحه، رحله، دي الهديه. الوقت، ودي مشكله الاباء بقى ونقف عندها، ايوه، العصر وخروج الزوجه والاب وشغل طول اليوم، ما بقاش عندهم وقت لاولادهم ولو نص ساعه كل يوم. نقعد اخر اليوم نشرب حاجه مع بعض، نتكلم، اساله عن مذاكرته، اسال البنت عن يعني الام زمان ما كانتش متعلمه، كانت صاحبه بنتها، كانت بتخليها تسمع منها كل حاجه عشان تعرف اصحابها وتعرف بتعمل ايه بره. فانك تدي لابنك وقت، ده مهم جدا ولو 5 دقائق. طيب خليني اكمل لحضرتك بقيه الخمسه، معلش بعد اذنك. يبقى قلنا اللمسه، اللمسه والكلمه والكلمه والوقت، لسه بقى الوقت والهديه، المساعده، 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 ان انا اساعده في حاجه بيحبها. بابا انا عايزه اروح النادي، اوديه النادي. بابا انا عايزه اروح عيد ميلاد صاحبتي، اوديها عيد ميلاد صاحبتها، اساعدها في حاجه هي حباها. فهي دايما تحس ان هي معتمده عليا، وان انا دايما مدعمها، سواء ولد او بنت. سند، سند. هم دول لغات الحب الخمسه. جميله قوي يا دكتوره لغات الحب الخمسه دي. طيب خليني ارجع لحضرتك. الفتره دي كل الاسر المصريه اللي قاعدين في البيت، تباعد اجتماعي، ولكن بيظهر علينا ما يسمى بحروب الجيل الرابع والفورجي، الموبايلات والتابات واليوتيوب والفيسبوك وال كل ده. ازاي الطفل او ازاي الابن اللي معايا في البيت يكون له مساحه او وقت معين للسوشيال ميديا والكلام ده كله؟ لان طبعا للاسف طول الوقت قاعدين على الموبايلات والتابات واللابتوب والحاجات دول. ازاي احنا نتعامل مع الاولاد ويكون في كيفيه للتعامل او اداره الحوار ده؟ نعمل ايه؟ قبل ما اقول لحضرتك الرد، هقول لحضرتك اضرار الانترنت على الاطفال. اتفضلي. الانترنت، الام بتفرح من ابنها عنده لسه سنه وماسك الموبايل وتسيبه له، ده غلط. يعمل توحد يا دكتور؟ توحد، بيأثر على الجهاز العصبي، ممكن يعمل فرط حركه، بيأثر على الجهاز العصبي، ممكن يعمل امراض صداع، اكتساب كمان ثقافات، بيأثر مختلفة على الصدر، بيأثر على العين. Yeah. كل ده غلط على الطفل، وبالذات اللي هم اقل من 3 سنين. فالام ما تفرحش ان ابنها ماسك التابلت او الموبايل. لا، لازم ادهوله لو كده لفتره معينه وعيط. لا، ما ينفعش ان انا ادهوله مجرد ما يعيط ادهوله تاني. طب اسمحي لي يا دكتور، السؤال ده هناخد فيه كلام كتير جدا لان واضح ان هو طويل، ولكن في مشكله مع متصله الاستاذه فاتنه من الدقهليه، فاطمه من الدقهليه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك انت دلوقتي يعني بتقولي ان المفروض احنا نربي الاسر وكده، اللي هو الاطفال الصغيره على الاطباء كويس. تمام يا فندم، اتفضلي. طب دلوقتي انا ما عنديش اطفال، بس انا عايزه اتعود من جوزي ان هو يسمعني وانا اسمعه، ان مفيش بينا تفاهم خالص، في مشاكل كتير بقى. طب ده موضوع مهم جدا. طب متزوجين بقالكم قد ايه يا فندم؟ بقالنا 2 أو 3 سنين. يعني لسه مقبلين في الزواج جداد يعني. تمام. فرق السن قد ايه؟ فرق السن بينكم قد ايه يا فندم؟ انا عندي 21 سنة وهو عنده 37. ايوه. تمام. دكتور، في سؤال تاني حضرتك؟ كل حاجة يعني في حياتي وكل حاجة عندي يعني، وانا والدي متوفي، فانا عايزه منه الحنيه اكتر من الطفل. في اسئله عايزه تقولها؟ ان هو مثلا اطفالي يبقوا جايين وكده وبيشيلني انا المسؤوليه. طب دكتور، هتسال حضرتك كده سؤال، هي مع حضرتك، اتفضلي. بقالهم كام سنه متجوزين؟ قالي 2 سنين. ومفيش اطفال؟ 3 سنين. 3 سنين ومفيش اطفال؟ مفيش اطفال. لا. في اسئله تانية تقولها لحضرتك؟ لا خلاص، شكرا. طب شكرا لاتصالك يا فندم، دكتور هترد على حضرتك. تابعينا. اولا طبعا هو في فرق سن كبير بينهم، 21 37 16 سنه. فده طبعا مرحله عمريه مختلفه. بالظبط. ده بيخلي الميول مختلفه والاسلوب مختلف، فهو محتاج مجهود منهم الاثنين. يا اما هو ينزل لعمرها، يا اما هي تنضج وترتقي لعمره.
يعني دي مشكله، ان يعني بعض الاحيان الشباب بيتجوزوا في سن صغير وده غلط، وبيبقى نسبه الطلاق عاليه جدا بين الشباب لان هم برضو لسه ما وصلوش لمرحله المسؤوليه والنضج. طب العكس يجي بقى الشاب كبير جدا او وصل 37 سنه ويروح يتجوز البنت اللي لسه عندها 20 عشان هي تبقى اصغر منه، يجي يحس بفجوه فكريه. فجوه فكريه، هي بفكر وهو بفكر، هي طفله او شابه صغيره وهو بقى ناضج، وهو كل اللي هي عايزه تعمله هو خلاص عمله في سنها. فبالتالي لازم زي ما قلت يا اما هي ترتقي لفكره وتشوف طباعه زي ما قلت وتقرب منه، يا اما هو اللي يحس ان هي لسه صغيره ويعيشها حياتها. يعني ايه عايشه حياتها؟ يخرجها، يفسحها، يقول لغه الحب الخمسه اللي قلت عليها. أيوة. فدي عايزه مجهود من الطرفين، فانا ما اقدرش اقول لها اعملي كذا او اعمل كذا، هما الاثنين لازم ياخدوا بايد بعض عشان الحياه تستقيم وتبقى حياه اسريه صح. وعلى قد ما تقدر زي ما قلت تعرف نمط جوزها وتعرف ايه اللي بيريحه، وزي ما قلت تختار التوقيت اللي هي تكلمه فيه، تختار المكان اللي تكلموا فيه، وتدي له حجمه في التقدير يا دكتور. بالظبط، لان هو بيبقى وصل لمرحله النضوج ان هو عايز يتعامل كويس قدام اهله قدام اهلها. واضح ان هو بيعملها يا دكتور ان هي يعني طفله صغيره بالنسبه له، وان هو اللي فاهم كل حاجه في الدنيا، وان هو عايز اللي يوجهها في كل حاجه. وده مش غلط. أوكي. مش غلط ان الزوج يوجه زوجته، لكن برضه مش عيب ان هو الطريقة. ينزل برضه شويه لتفكيرها. أيوة. ويحاول ياخدها يعني يرتقي معاها او يرتقي بيها. بالظبط، مش عيب برضه على فكره. لا مش عيب. يعني لازم فعلا زي ما حضرتك قلتي او تفضلتي، لازم يا جماعه يبقى الطرفين هما الاثنين واخدين قرار ان هما يقربوا ويظبطوا وضعهم، يبقى في نقطه مشتركه ما بينهم او حل وسط، يعني في نقطة نوصل لهم احنا الاثنين. فهمتك يا دكتورة. طيب معانا اتصال تليفوني بالاستاذة زينب واصل مقدمة برنامج الحياة كفاح. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. ازيك يا زينب؟ اتفضلي. الحمد لله رب العالمين يا حبيبتي، اتفضلي. منورة يا هدير انت والدكتورة. بشكرك جدا يا زينب، بشكرك جدا. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله رب العالمين. اول حاجه انا بشكر الدكتور على كل المعلومات اللي هي بتقدمها لنا، وهي معلومات فعلا جميله جدا. بس كان في سؤال للدكتور. هي قالت من شويه ان هي مع الراجل، تمام؟ طيب هو الراجل ده عايزين نقدم له رساله دلوقتي من خلال قناتنا الجميله الصحه والجمال ويعني وحضراتكم، ان الراجل ده ساعات كثيره جدا بيحرج الست. يعني ساعات بتبقى قاعده مثلا بتتكلم في اي موضوع بينها وبين مثلا، لو كانت مثلا قاعده اسريه فبيحرجها، لو قاعده في البيت مثلا مع الاولاد وبتتكلم ففي احراج مثلا ليها، وبياخد بالشكل ده ان هو بقى الراجل هو المسيطر وهو صح في كل حاجه. فانا كنت عايزه اتكلم من الدكتور دلوقتي للراجل، ان احنا كل الاديان كرمت الست، وده في الدين الاسلامي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدلع السيدة عائشة يقول لها يا عائش مثلا، أو كان بيعمل بينها وبين مثلا ارتباط ورفقا بالقوارير، فليه دلوقتي مثلا الراجل في مجتمعنا الشرقي، أنا بتكلم عشان أنا طبعا من مصر ومجتمع شرقي ومجتمع كمان ريفي، فليه الراجل دايما بيحرج مراته؟ يعني ليه دايما الراجل فيه إحراج طول الوقت؟ مش كل الرجالة برضو يا زينب، مش كل الرجالة، ده اللي أنا هقوله. كل الرجالة أرجوكي أرجوكي. أيوة. كل التحية لكل رجالة مصر الجامدين أوي جدعان أوي، أرجوكي مش كلهم، لكن خلينا نتفق يا زينب. عايزة رسالة من الدكتور لكل الرجالة اللي يسمعونا وبيشوفونا دلوقتي. حاضر حاضر يا زينب، طبعا ليكي كل يعني الست ربنا مكرمها والرسول طبعا 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 طبعا. خليني أقول لك يا زينب إن الست طبعا كرامتها من كرامة أي رجل، أي رجل واعي ومثقف ومتعلم أكيد هيكون فاهم إن الست كرامتها من كرامته، ولابد إن يكون يعني ده صدقيني متواجد، والله والله متواجد. ولكن هخلي الدكتور ترد على حضرتك طبعا. بشكرك جدا زميلتي العزيزة الإعلامية زينب واصل لاتصالك، اتفضلي. شكرا يا أستاذة زينب. أنا لما قلت إن أنا مع الرجل كان في نقطة إني أنا لازم أفهمه وحدد التوقيت اللي احل معايا مشاكلي ومشاكل اولادي. صحيح. اما ان الزوج بيحرج زوجته دي ثقافته، ومش معنى كده ان كل الرجاله زي ما حضرتك قلتي زي بعضها. بالعكس، في رجاله بيخافوا على الست، ليهم كل الاحترام والله، وبيعاملوهم وبالعكس معامله ادميه حتى لو قدام اهلها او اهله
ما بينتقدهاش الا لما يروحوا يقول لها انت حصل كذا كذا كذا. يعني انا ما بقولش ان اي حاجه عامه وانتقاده لزوجته قدام الناس ترجع لثقافته وتربيته هو، مش معنى كده ان كل وبيقلل منه على فكره بالزبط. والله بيقلل منه جد، وفي نفس الوقت بيجرحها طبعا، ورصيده عندها بيقل اكيد طبعا. وعشان كده هتلاقي يعني في بعض السيدات بتطلب الطلاق من زوجها بعد سن 60. يا الله، يعني مش عايزه اقول لك الحالات دي انا شفتها والله، بتطلب الزواج من الطلاق من زوجها بعد سن 60. يعني بعد ما تفتح الكيل بقى تجوز بناتها والدنيا تستقر، قضت الرساله عشان الشكل الاجتماعي بتسترد كرامتها تقصدي بالظبط، لانها بتبقى زي ما بيقولوا كده هو بير بالنسبه له اتملى. احنا النفس البشريه اللي هو اللاواعي اللي قلنا عليه من شويه ده مخزننا زي ما بيقولوا كده، الصندوق الاسود بتاع اي انسان سواء ست او راجل. انا افضل عبي منك عبي منك عبي لغايه ما في مرحله لا. اتمنى تكون الاجابه وصلت ليك يا استاذه زينب، وان شاء الله يكون يعني في خير ان شاء الله. معانا اتصال تليفوني من ام حسن من الاسكندريه. الو اتفضلي يا فندم. الدكتوره مع حضرتك اتفضلي. انا عندي ابني حسن. اسمحي لي بس نهدي صوت التلفزيون بعد اذن حضرتك واسمعينا من التليفون. اسمعيني. الو اتفضلي يا فندم سامع حضرتك. عندي ابني حسن داخل 5 ابتدائي وتعبني شويه في الكتب وما بيسمعش الكلام، وحاسس نفسه ان هو بقى كبر وعايز ينزل الشارع عايز يلعب عايز يستيشن، وانا مش عارفه اتعامل معاه في السن دوت. طيب. اوكي دكتوره في سؤال. الاتصال كان من شويه من الاستاذه زينب ان الرجاله فعلا بتجيب ازواجها وان هي بتحاول تسيطر عليهم، ده فعلا حقيقي. انا الظباط بيقعد يهني حتى قدام اي صنايعي بيجي في البيت مثلا ما يتكلمش يتكلم، وده بيبقى قدام الاولاد بحس ان هو بيأثر عليهم. في سؤال تاني يا فندم لحضرتك؟ في سؤال تاني يا فندم بس عشان الدكتور تلحق ترد على حضرتك في الاجابه. سؤال لا عايزه اسالها، ابنها وحيد ولا في وسط اولاد؟ في الهواء فسيادتك تجاوبيني على حسن، هو بيكذب كتير وهي مش قادره تتعامل معاه. سريعا كده يا دكتور علشان كانت عايزه تعرف ازاي تتعامل مع الولد مع حسن. اولا لازم تعرف اسباب الكذب ايه. يعني الكذب ده ممكن يجي يا اما حرمان عاطفي، يا اما سوء معامله، يا اما عدم مقارنته باخواته او توبيخه قدام اخواته، ده بيخليه يكذب. في نفس الوقت ممكن يكون الكذب بسبب خلاف جامد في بين الزوج والزوجه، مش مستقر نفسيا، فبالتالي يقول لماما ويكذب عليها ويقول لبابا ويكذب عليه. فدايما سلوكيات الاطفال ناتجه من مشاكل في البيت. فهمت حضرتك. يعني كل ده في الاخر بينصب الى الاساس الرجل والمراه. وبعدين هي بتقول هو عصبي، اكيد هي عصبيه. اكتسب ده منها. الاب عصبي. يبقى نشتغل على البرمجه اللغويه وهو نايم على ام حسن. اشتغلي الاول على نفسك الاول حقيقي زي ما الدكتور ذكرت، وابداي الاول خدي موقف مع نفسك وقراري انت ازاي تحتوي ابنك، تصاحبيه تحبيه ايا كان، وابداي برضه هو نايم اديله تدريبات كده على البرمجه اللغويه في عقله. انت مش كذاب، انت شاطر، انت مجتهد، ايا كان. صح كده يا دكتور؟ انا صادق. انا صادق. حسن صادق. حسن هادي. حسن بيحب مامته. حسن بيحب المدرسه. كل طيب. دي توكيدات ايجابيه اقولها له وهو نايم. الحقيقه دكتوره الكلام مع حضرتك يعني مش انت بقى بتقولي الرجل بير، حضرتك الكلام يعني معاكي هو بير غويط مش عارفين اخره يا جماعه والله. بشكرك جدا دكتوره، يعني الحقيقه نورتيني النهارده بوجودك معايا. بشكر الدكتور اماني فاروق عبد اللطيف، الدكتوراه في العلوم الانسانيه ولايف كوتشنج تنميه بشريه واخصائي تعديل سلوك وارشاد اسري. نورتيني يا فندم وبشكرك جدا. اشكرك يا استاذه هدي. اشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي واحلى متابعي قناه الصحه والجمال، بشكركم شكر كبير. النهارده يا ريت نكون استفدنا كل ام وكل اب، كل متصلين النهارده قدروا يفهموا من خلال كلامنا مع الدكتور رساله صغيره من اختكم الصغيره. نحب بعض قوي، مهم جدا ان البنت تحس ان والدها هو السند والظهر، مهم جدا ان الاب يكون له القرار هو وزوجته ان هم ازاي ياخدوا بايدين اولادهم لبر الامان. مهم جدا ان الام تحتوي اولادها، مهم انها تكون يا جماعه بالها طويل شويه. ارجوكم بلاش ضرب،
الضرب بيدي لنتيجه عكسيه في الاخر، وزي ما هو اكتسب الضرب من حضرتك او من حضرته هيطبقه بعد كده في حياته مع اولاده فيما بعد. فنرجو من حضراتكم ان انتم تقدروا تفكروا مع نفسكم او تقعدوا كده في قراره نفسكم تقولوا احنا جايين الدنيا دي كلها ليه؟ اكيد علشان بنربي تربيه صح وتنشأ صح، خصوصا اننا في فتره للاسف الانحدار فيها موجود، الثقافه والتوعيه والتنوير للاسف في حاله انحدار شديد، لابد من التعامل مع كل هذه الاساليب. واتمنى فتره الكورونا والاجازه يا جماعه بلاش السوشيال ميديا كتير، بلاش اللابتوب كتير، بلاش بلاش بلاش، وخصوصا الاطفال الصغيره جدا اللي عمرها سنه وثلاث سنين وخمس سنين والكلام ده كله. اتمنى يكون في توعيه اكتر من كده. اسمعي كويس قوي لابنك او بنتك، اسمع كويس قوي لابنك، الحضن والاهتمام والحب والخمس كلمات اللي هما الدكتور ذكرتهم في الحب، اللي هما اللمسة والكلمة والوقت والمساعدة والهدية، مهمين قوي ان احنا نتناولهم مع اولادنا خلال فترة التربية. يا رب كل ام وكل اب يكونوا بيسمعونا. انا شخصيا بتمنى لكل حضراتكم ان انتم حياتي تستاهلوا كل خير، تستاهلوا انتم تيجوا الدنيا دي علشان تربوا تربية صح، ورسالتكم تبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى اكتملت على اكمل وجه. مش مهم اسيب لولادي كام وايه، بس مهم اسيب لولادي ثقافه وعلم وادب واخلاق في زمن الملك تحتمس بكررها تاني، نحن امه صنعت الاخلاق في زمن عز فيه الشرف. مصر علمت الانسانيه كلها للعالم كله، مصر علمت العالم كله يعني اخلاق وشرف وكرامه. ارجو من حضراتكم تكونوا استفدتم من حديث النهارده مع ضيفتي الكريمه. كل الشكر للاستاذ جمال عبد العظيم مدير البرامج قناه الصحه والجمال، كل الشكر لاستاذي الفاضل حمدي احمد مدير الاعداد، كل الشكر لمخرجنا الجميل، كل الشكر لحضراتكم مره ثانيه. جيشنا الابيض احنا مع حضرتك ودايما بندعمك ودايما احنا واخدين بالنا من الامور الاحترازيه كويس قوي. كل الشكر لقواتنا المسلحه المصريه الباسله امام كل عدو غاشم، حفظ الله مصر جيشا وشعبا. اشكركم مشاهدينا والى اللقاء.